ريال مدريد بهدلت سيتي وصنعت التاريخ، والمغاربه حاليا حاضرين ديال بصح في تشامبيونز ليغ، وقالوا هاد العام تشامبيونز ليغ مغربي. اه سيدي، كما عارفين ان هاد الايام ربع النهائي تبلبلت في تشامبيونز ليغ. صراحه كل التوقعات كانت خاطئه، كل شيء كان كيقول ان برشلونه عدوز ولكن بي اس جي اللي دازت، وكل شيء كيقول لك ان السيتي اللي عدوز ولكن الريال اللي دازت، وكل شيء كان كيقول لك الارسنال عدوز ولكن باير اللي دازت، كلشي كان كيقول لك تلاتيك غدوز ولكن دورتموند اللي دازت. فهاد الروينه كامله المغاربه حاضرين ديال بصح، ثلاثه ديال المغاربه حاكمين هاد الشامبيونز ليغ، ريال مدريد مع ابراهيم دياز، بي جي مع اشرف حكيمي، باير ميونخ مع نصر مزراوي المغربي ديالنا. يعني ثلاثه الفرق، ثلاثه المغاربه حاضرين. وفي هاد الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل ديال الشيء كامل، ما عليك غير تكمل معايا الفيديو حتى الاخر، كمل معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهم التفاصيل كامله، ونديروا رده فعل الناس شنو كيقولوا الناس على الشامبيونز ليغ، ونشوفوا المغاربه شنو اللي دايرين عاوتاني. وما تنساش تخلي معاك واحد لايك ودير هاشتاغ ديما مغرب بالبلو، تعليق هاشتاغ ديما مغرب وخلي معاك واحد لايك، راه ما خسر والو والله العظيم. وكمل معايا الفيديو حتى الاخر، عندي مفاجاه في الاخر، وبقى معايا. شوفوا معايا اكبر قوس في تاريخ البشريه اخوتي، محمد عبد الحميد عدنان. شوف اتوقع مرور الارسنال، قال اتوقع مرور الارسنال، قال لك صافي الارسنال اللي عدوزنا النصف النهائي، وانتم كما كتشوفوا باير صنعت التاريخ، يعني التوقع ديالو زيرو. ولكن ما تتوقعها لاتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد ياك ياك اخويا مروان، ياك اخويا العزيز، ودرت موقعت من اتلتيكو ما كتفهم والو. برشلونه راح يحسمها في الاياب، برشلونه سيفي. امشي يا صاحبي، سير سير القوس، سير يا صاحبي، قوست على البارسا صح، في ما قلتي شي حاجه كتقوس عليها. في كاس العالم اللي قال ان المنتخب المغربي ما غاديش يدوز، سعاده في مباراه الاقصائيه كامله والله ما رشح المغرب ولا مره واحده، ولكن المغرب كدوز. حتى في مباراه المنتخب المغربي ضد فرنسا قال لك انا غادي نشجع المنتخب المغربي، ولكن قلبه كيشجع فرنسا، كان لابس تيشيرت فرنسا تحت، هو واخا كان لابس تيشيرت المنتخب ولكن فرنسا كان عندهم تحت، وفرح ديال بصح ملي تاهلت فرنسا. اه يا سيدي، كنا غير ما شجعتيناش داخل برشلونه. كل الاحوال قال لك سيتي عدوز، هنا قال لك سيتي سيتي بين الفريقين، هو البطل المتوج لدوري الابطال، هو النهائي المبكر. برايي الشخصي اللي يفسر يلعب دوري كبير حسن واللي يفسر يلعب الاتحاد، هذه هي الميزه الوحيده راح تخليني اعطي التاهل للسيتي. اه يا سيتي يا ودي يا ود، سيتي عدوز والريال دازت صاحبي. بعد بعد نكور بعد ناري ناري على قوس، هذا ناري على قوس صاحبي، ما جاب حتى شي حاجه صحيحه صاحبي. تجيب ولد صغير يبقى يقول صادق ماذا قال لي عقلي، ندي هادي بيتكون هادي، ويجيب واحده صحيحه وانت ما جبت حتى شي حاجه صحيحه. وشوفوا معايا شني قال المره الثانيه، شوف ريال مدريد سيتوج بطل التسليط صاحبي صاحبي 2024 وستكون الخامس عشر. ناري اصافي الريال ما عديش الشامبيون الدراري، دراري الرياليين، الريال هذا العام ما عديش الشامبيون. محمد عدنا شوف شني قال، ريال مدريد باريس سان جيرمان، قال هذا دوق مقلب، باريس سان جيرمان ستتوج الحق على الريال، قال غادي نقوص على الريال بطل جيرمان ريال مدريد سيتوج بطل لدوري الابطال 2024 وستكون الخامس عشر راس. اصافي مدريد تهلا والله ما عندي شي حاجه مدريد قسما بالله. المهم اخوتي ما تنساوش تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، بالرجوله كمل معايا الاخر باش نقول لك واحد الحاجه. وهاد بوفلجه شنو كيقول؟ الأولى الله مغربة، والثانية محمد رسول الله، والثالثة المغاربة. أول مرة في تاريخ كرة القدم ثلاثة المغاربة حاضرين في تشامبيونز ليغ، أول مرة في تاريخ، عمرها ما وقعت، لا حاضرين في النصف النهائي، أنتم عارفين. ربي على الله، أي ثلاثة ديال اللعابة مغاربة، ثلاثة اللي كتشوف تبارك الله قدامك في الصورة، مشاركين في تشامبيونز ليغ، أكبر تظاهرة كروية في العالم، وما يبقاش فيكم الحال. خوتي قولوا لي في التعليقات ديما مغرب، وقولوا لي لمن عتشجع مع ثلاثه، لمن عتشجع؟ واش ريال مدريد ابراهيم دياز، ولا بي اس جي اشرف حكيمي، ولا نصر مزراوي باير ميونخ؟ حيت واحد في هاد اللعابه بثلاثه غادي يهز الكاس والله العظيم، شي واحد عيوزها فيه. المهم ما كرهناش ما كرهناش ابراهيم دياز ولا اشرف حكيمي، حيت هما ركيزه اساسيه في الفرق ديالهم. حتى نصر مزراوي لعب في المباراه الاخيره اساسي، يعني حتى هو ما كاينش شي واحد مهكور هنايا، الدراري جاي وراسه صح. واخا انا كنتمنى ابراهيم، واذا كنت مغربي ديال بصح دير هاشتاغ ديما مغرب وكمل معايا الفيديو بالرجوله. وفاش غيهز الكاس غيهز مع شوف احسن حاجه ماشي ابراهيم يديها وماشي نصر مزراو، احسن حاجه اشرف حكيمي. اه بالرجوله احسن حاجه يدي اشرف حكيمي، قول له علاش؟ حيت هو ركيزه اساسيه في بي جي،
وبي جي ما تقدرش تستغنى عنه. واذا دا تشامبيون العام اللي ما جا رسميا بي جي، بي جي عاد بيع 10 في حكيمي الريال بفلوس اسيدي. أيه. ديال البلاد اللي هي المغرب بثلاثه كيلعبوا تحت الرايه المغربيه، واحد الحاجه اللي كتفرح، واحد الحاجه اللي كتشرف البلاد. تخيل واحد الحاجه اللي غترفع الرايه ديال تخيل ثلاثه المغاربه او على فرحه ثلاثه المغاربه كاينين في الشامبيونز ليغ عمرها ما كانت في التاريخ. شي مغربي كيعلي الشامبيون بذكريات حكيم زياش، حكيم زياش مع تشيلسي واشرف حكيمي مع ريال مدريد شحال هادي. وحتى منى الحدالي الحق ما كانش يخسر المغرب في ذاك العام، منى الحدالي حتى هو على الشامبيونز ليغ. شوفوا معايا يوسف فرحان ديال بصح، الريال فازت والريال تستاهل ليا واحد البوسه بديك القنقوله بلاتي نقرب منها. غوارديولا بوراس تحكم في الماتش طول وعرضه في الاخر خرج بالبيلانتيات وقدام الجمهور ديالو بلاتي صراحه. غوارديولا عمل المستحيل ديالو صراحه، عمل اللي في جهده ولكن ما قدرش يفوز على الريال، حيت الريال طبقت قاعده وليد الركراكي في كاس العالم ضد اسبانيا. اه سيدي انشيلوتي بدا الافكار ديال وليد الركراكي، اقسم بالله حتى ما عندهم تواصل مع بعضياتهم عليه اللعب ديال الريال البارح بحال المنتخب في كاس العالم. اجي نشوفوا الملخص. المرين كيدخلوا سخان في الماتش وفي الدقيقه 12 فقط. شوف معايا كيفاش عرضيه ديال كامافينغا. شوف هاد الكره اللي عجبتني. رودريغو فما حاجه الخدمه ديالو هي مارك على السيتي صافي. غادي يدخل هما في الشبكه رودريغو وواحد الزيرو الريال. غوارديولا قبط لك المريض. شوف غوارديولا بدا كيتحكم باللعابه ديالو طول وعرض اللي من ليسر في العمق ديال المحاولات وحتى وحده ما بغات تدخل. والريال كانت دايره واحد الحيط في المرمى سميتو لونين. هدف تعديل السيتي غادي يجي في الدقيقه 75 بعد ما غوارديولا غادي يدخل ورقه ناجحه على الجهه اليسرى اللي هو البلجيكي دوكو، والهدف اللي غادي يجي من اقدام دي بروين. تقريبا يدينا ابراهيم دياز. ابراهيم دياز ملي دخل، شوف انا ملي دخل ابراهيم دياز المباراه والله العظيم فرح ديالو بصح. غادي يشارك في المباراه في الدقيقه 82 ولكن النتيجه غادي تقام مرة واحد لواحد حتى لضربات الجزاء. ديروا هاشتاغ ديما مغرب وديما ابراهيم دياز اخوتي. المهم فيما قلتي حاجه فين لوكا مودريتش غادي يكون اول واحد تيضيع في هذه المباراه. لكن حارس الريال لونين غادي يبدا يتالق وغادي يشد اول ركله ديال برناردو سيلفا. بعد ذلك ثاني تصدي من طرف الحارس الاوكراني اللي غادي يشد ركله الجزاء ديال كوفازيتش. بيلانتي الاخر التاهل ريال مدريد غادي يكون بين اقدام الالماني انطونيو روديغال غيدخلها. اعجبني انطونيو ملي قال الله اكبر في الاخر، والله العظيم عجبني صراحة. دوري 90 وهلا مدريد وباي باي بيب. وسفيان الرحيمي يا عبت بالهلال كيدير له اكبر فضيحه. واليوم ابن الرجاء سابقا لاعب العين ضد الانديه السعوديه يبرز لا الهلال الاتحاد لا ما يمكنش. انا نموت على النصر بطبيعه الحال بقياده الدون مارك الهاتريك. بالحق بونو ما لعبش اساسي، لعب العويز ديك العويز الحارس المنتخب السعودي. التورنادو هو السبب في الاقصاء ديالو. سفيان الرحيمي اليوم ضرب الهاتريك ما يمكنش ضد الهلال، وقف ليه سلسله الانتصارات ديالو عند 34 مباراه. المغرب الكبير لكن للامانه نقدروا نقولوها لحقاش يقولك اش ما ذكرتيهاش، ماركا جوج بيرانتيات وما كانش ياسين بونو شد العويز ورك عليه بهاتريك. ولكن بصراحه خونا ولا الزوج الشرعي ديال هاد ثلاثه الانديه ما يمكنش فيما جاتي مارك ما عندوش الاشكال. برافو دونك شوف الاهداف. اذا سفيان الرحيمي فقط 5 دقائق كتكافيه على انه يبدا التسجيل ديالو. كره على العويس خرج كره الوليد صدمهم بالهدف. سفيان الرحيمي مره اخرى كيجي بيناتي اخر، هذا غادي يولي سفيان مطفي الهدف في المنتخب. كاع كوار ديال البينالتيات نعطيوهم ليه. هدف زعما يزكل لا والو. وهنا عدو كل واحد معاشق لكره القدم وعاشق لكريستيانو البليه كيطيح في المحظور وكيصيد بيناتي لكن ملي منفي هاتريك سفيان الرحيمي كره. وكان بونو والله ما ماركي سفيان الرحيم، كان بونو الحق. اوي 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 الدراري بغيت نقول واحد الكلمه قلت لكم غلط فيها بالحق الا كنت كان صحيح قول لي كاينه اكثر لاعب كبر بالراجل حتى الان وطن العربي كامل نعرف العربي حتى الان هو سفيان الرحيم في العالم رقم واحد اكسيد ملي تلعب ضد النجوم العالميين وتيبان تيعطي يماركي وبالهاتريك وبالدوبلي وما يمكنش. لكن سرعان ما غاديش هدف التقليص وانا ماركم الكره البرازيلي مش ممكن. هنا غادي يكبر رحيمي بزاف اخاي. لا رحيمي كيصيف بنورس. رحيمي يلعب لك راس حربه، يلعب لك جناح ايسر، جناح ايمن، يلعب لك مصانع الالعاب، المهم يجيب لك العز. البينالتي وما غايلعبوش صافي عطيت الهاتريك انا، جبت الهاتريك. عطى الفرصه للزميل ديالو كاكو الكوشي يحطها. لا لا حيت عبد الرزاق حمد الله طايح على الشفره مرمى بونو. يجي ماركي على بونو ما عندوش الاشكال باش ما بغيتي ماركي عليه. ومنير محمد باش نديرهم في كفه. ولكن شنو؟ رحيمي ضد بونو الروتور. شكون متسوق؟ ما تنساش الماتش ديال الريال وغايتلعب دابا مع السيتي. بان معايا تلعب اسيدي. المهم اخوتي اللي كمل معايا الفيديو يدير مربوحه باش نعرفك انك متابع وفي وكنحبك.